المهرجان كنحاولوا اننا نجيبوا واحد الطبق فني اللي يروق الجمهور العالمي. وهذا الشيء كنحاولوا اننا نتمناو اننا ان شاء الله نوصلوا ونرضيو الجمهور العالمي والجمهور اللي كيزور مدينه العلاميش. اولا الافتتاح الرسمي غادي يكون يوم 27 يوليو يوم الجمعه. غادي تكون معنا الفنانه عابر العابد والفنانه دنيا طبا. غادي تكون طارق الساره مع 10 ديال الليل بساحه طبا. بالنسبه للساره الثانيه غادي تكون يوم السبت 28 يوليو. غادي تحيا فرقه فلامينغو من دوله اسبانيا وكذا مجموعه النخيل العرائشيه. الاشاره فان جمعيه عبد الصمد الكنفاوي في كل سنه وفي كل مهرجان دائما كتدرج المنتوج المحلي العرائشي. يعني الا جينا نلاحظوا من انطلاقه الايام الاولى ديال المهرجان الى اليوم هذا جمعيه عبد الصمد الكنفاوي دائما كتبغي تبين مواهب ديال الناس ديال العرائش بادراجهم ضمن واحد الفنانه اللي كيكونوا صاعدين ان شاء الله. نتمنوا لهم التوفيق. غادي تكون معنا كما ذكرت فرقه فلامينغو من دوله اسبانيا، مجموعه النخيل والفن التراث الشعبي المراكشي فرقه العرائشيه، والفنان المغربي عبد العالي انوار. اليوم الخامس اللي هو الحد 29 يوليو كما العاده السهره كتنطلق مع الساعه 10 مساء. غادي تكون فرقه محليه عرائشيه للشاب يحيى، شاب صاحب مدينه العرائش. بغينا نعطيوها فرصه انه يلتقي مع الجمهور اللي غادي يكون كبير ان شاء الله. غادي يكون الفنان يوسف الصغير وكذلك الفنان يوسف كلزين. بالنسبه ليوم السادس اللي هو 32 يوليو اليوم الختامي، غادي تنطلق السهره ان شاء الله مع العشره. غادي تكون كلمه ختاميه، توزيع جوائز على الفائزين في المسابقات النافعه ديال المهرجان. غادي يكون معنا الفنان المتالق في برنامج الفويس 2018 عصام سرحان من مدينه القصر الكبير اللي كنبغيو حتى هو نوجه له الشكر. بالنسبه لتكون رفع بقيه الولاء السده العاليه بالله. ختم فعاليات الدوره الثانيه لمهرجان العرائش الدولي للثقافه والفنون والتراث والفنان الكمال العبدي. وهنا كنقولوا حياتكم البلاطو الفني اللي غادي معنا في المهرجان وكنشكر